صفي عسل حسين وعباس شعب. ها نحن نقف في هذا اليوم على حافة العمر المتهالك، ننتظرك يا سيدي يا صاحب الزبان، حاملين بأيدينا هذه الورود، محملين بالهموم والغموم والكروب، نقف ننتظرك، حاملين صور أحبتنا الذين غيبتهم حروب الطغاة وهم ينتظرونك. ننتظرك لنشكو إليك ما حل بنا بغيابك عنا. اقدم يا سيدي لينتشر العدل والسلام والحب،
ولتمطر هذه السماء بوجودك، ولتمطر هذه السماء بيرغفة الخبز المعجون بالأمل، فليرحل ذلك الجوع بعيدا عنا وعن مدن الفقراء. اقدم يا سيدي لتكشف لنا كل الوجوه الغيبية التي تدعي الانتماء إليك، اقدم لكنها ترفض التعجيل لقدومك. اقدم يا مولاي ليملأ الفرح قلوبنا بعد طول ذلك الفراق. متباشرين بعيد مولد سيد من آل أحمد أفضل الأعياد، القائم المهدي أكرم قائم، بالحق أفضل ناطق بالضاد، من أرفس مراء تشعشع نوره، فامتد مزدهرا لسبع شداد، نور لنور الله ممتد إلى نور الوصي لنور طه الهادي، نور أضاء الأرض وازدهرت به عند الصباح مهامه وبوادي، نور تشعشع من جبين مبشر بالحق محبوب لكل فؤاد، صبط النبي محمد وسميه وطيب الآباء والأجداد. متبشرين كل عام وأنتم بألف ألف خير، أوقاتنا بخدمة محمد وآل محمد، ننتظر ذلك الظهور العاجل كلمح البصر أو ما هو أقرب، حتى يظهر دفعة واحدة آل محمد الأطهار أنوار الله في السماء وفي الأرض. سنكون وإياكم في هذه التغطية المتباركة والمباركة بولادة منقذ البشرية جمعاء، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الطاهر، ونحن على مقربة من الهادي والعسكري، روحي لهما الفداء. بعدما أتممنا الزيارة وبعدما استهد واستعد وجهز الكثير منا في هذا المولد المبارك، وبالتأكيد ننتظر ساعات الظهور والفرج بشدة وبلهفة، متبشرين بهذا اليوم الذي الكثير من الأنبياء قد نادوا بهذا اليوم، والكثير من أئمتنا الأطهار عليهم أفضل وأتم السلام كانوا بانتظار هذا اليوم، ونحن نقف في هذا الموقف الشريف المبارك بالقرب من أئمتنا الأطهار عليهم أفضل وأتم السلام، لكي نبين لكل العالم نحن بانتظار منقذ البشرية جمعاء، وليس فقط إمام الشيعة، فهو من أم وأب سنتطرق إليهما في الوقت القادم، هو منقذ لكل هذا العالم. سترافقني في هذا الوقت القادم المتبارك بالتأكيد والمبارك بالتأكيد بهذه الولادة الميمونة المباركة الإمام المهدي سلام الله عليه، زميلتي سعاد. متباركين إن شاء الله، وكل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله على العهد باقين مع إمام. نعم، الله يبارك بكم، وكل عام وأنتم للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ناصرين إن شاء الله ومنتظرين. أتى ذكر الميلاد والمولود غائبا، فمتى تقر عيوننا بك أيها الصاحب في هذه الليلة المباركة، يولد خاتم الأوصياء، وفي هذه الليلة المباركة تشرق إن شاء الله هذه الأرض بنور ربها. في هذه الليلة يكون عمر مولاد وسيدي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 1188 عام، إن شاء الله يضاف هذا العام لعمره المديد، وعام يضاف لعمرك الشريف بنفسي أنت 1188 عام، وهذه الأرض تحيا ببركتك سيدي ودعائك. 1188 عام من النور والرأفة، 1188
وثمانين عام من الغربة والانتظار، 1188 عام ونحن نترقب وننتظر وقلوبنا متيمة بحبك سيدي، ولهفة الشوق تريد أن تراك سيدي. إن شاء الله يكون هذا العام ويكون هذا اليوم، وهو يوم ولادتك العطرة، هو يوم الفرج العاجل لك، ونكحل نواظرنا بتلك النظرة المحمدية والطلة المحمدية. طبعا مشاهدينا الكرام، تبريكات عطرات بمناسبة بزوغ الشمس العدالة الإلهية وولادة ناموس الدهر وبقية الله في أرضه وطاووس أهل الجنة. سيدي ومولاي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، سيدي نبقى على العهد إن شاء الله باقون جيلا بعد جيل بالحب والانتظار والعقيدة السليمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، كما نوه زميلتي زينب، نكون معكم في هذه التغطية الخاصة بولادة سيدي ومولاي الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لننقل إليكم هذه الأجواء الإيمانية والفرح والسرور والسعادة التي تكون على وجوه الزائرين والموالين الذين يحيون هذه الليلة المباركة، وهي النصف من شعبان التي أيضا تكللت بهذا المولود الشريف. أيضا مشاهدينا الكرام، يشاركنا في هذه التغطية الأخوة الزملاء، طبعا حيدر نصرت وعلي السوداني. بداية نهنئكم بهذه الولادة المباركة، وجعلنا الله وإياكم من أنصار سيدي ومولاي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا جزيلا أخواتي، شكرا جزيلا أخواتي، متباركين بهذه المناسبة المباركة بحق محمد وآل محمد. ها نحن وإياكم من أرض سامراء، سامراء العز والبهاء والفداء، سامراء الأمنيات التي يخوضها العاشق حبا بإمامه. ها نحن وإياكم إخوتي أخواتي، ها نحن وإياكم إخوتي أخواتي في هذه الأرض المباركة، في هذه الساعة المباركة، نخط شيئا جديدا في سجل حبنا لصاحب الأمر. قناة كربلاء اليوم تضع بصمة أينما كان البيت بصمة، نقتفي ذلك الأثر الطاهر، نقتفي ذلك العبق، ذلك الخط الذي يأخذنا إلى نهج محمد وآل محمد. يا أخواني، اليوم نحن في بيت الإمام الحجة، إخواننا في كربلاء المقدسة، هذه الساعات القادمة ساعات الاحتفال بمحمد وآل محمد، ساعات الاحتفال بولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه. ما الفائدة من أننا نحتفل بولادته المباركة؟ الفائدة تكمن في جملة من الأسرار العقائدية، منها أن هذا الإمام أحد أئمة أهل البيت، وهو خاتمهم الذي ختم الرسالة المحمدية والشرعة العلوية الفاطمية بما فيها من إضافات وإفاضات من الحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري. ختمها صلوات الله وسلامه عليه، ختمها بأنه الإمام الغائب المنتظر والمنتظر لأمر الله تبارك وتعالى. النقطة الأخرى يا أخواني التي أريد أن أكون بخدمتكم فيها، أننا اليوم عندما نقف مثلا هنا في بيت الإمام الحجة نرجو من الله الرضا. هذا اليوم يوم الجمعة، وليس ببعيد أن يكون هذا اليوم هو يوم الفرج الموعود من إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. النقطة الأخرى يا أخواني، نحن عندما نحتفل بولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف نزكي أنفسنا من أننا شيعة إثني عشرية، نتبع أئمة الذي نص عليهم الله
بما ورد عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلا خلل ولا خلة في عقائدنا. هذه نقطة. نقطة أخرى أود أن أضيفها يا أخواني، هناك بين فترة وأخرى إن لم نقل إنها لم تنقطع حرب على التشيع، حرب على هذا النهج الحق. كيف ندافع؟ ندافع من أننا نظهر حبنا لأئمتنا، نظهر اقتفاءنا لأثرهم الزماني والمكاني المادي والمعنوي. أمر آخر يا أخواني، اليوم عندما نقف في بيت الإمام الحجة وقناة كربلاء بمجموعتها بإدارتها بكل محاورها، نحن مثلا اليوم مكتب بغداد، كل الأخوة من الحاج رسول وكل الأخوة الذين هم في خدمة أهل البيت وخدمة شيعتهم في هذا المحور، عندما تقف قناة كربلاء في هذا المكان وغيرنا من الإخوة يقتفون أثر 15 من شعبان في غير مكان، نظهر للعالم صورة بتقنية عالية بشكل فني مقبول وبتعددية محاور من جانب وبمضمون عقائدي سليم، نقول نحن ننتظر إمامنا. محددات الانتظار التي نفهمها أننا ننتظر الانتظار العملي، الانتظار العلمي، إن شاء الانتظار الله القائم، أن يكون ذلك الانتظار هو الانتظار الحقيقي للانتظار الجامد الجاف الذي لا يكون هنالك علاقة فيما بينك وما بين إمام زمانك. إذا سمحت جناب الشيخ علي، ننتقل إلى الزميل حيدر نصرت لنستلم التهاني والتبريكات منه وماذا يقول بهذا الميلاد المبارك للإمام سلام الله عليه، وإن كان غائبا عن ناظري ولكنه حاضر في قلبي. كل عام وأنتم موالين إن شاء الله. حيدر نصرت تفضلوا. زملاء في كادر قناة كربلاء الفضائية، وكل عام وأنتم بألف ألف خير بهذه المناسبة العطرة. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى العالم الإسلامي وإلى شيعة أمير المؤمنين عليه السلام وإلى مراجعنا العظام وإلى الأحرار المنتظرين العاملين الممهدين لقدوم لفرج المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذه المناسبة العطرة، بهذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان التي توجت وزادت عظمتها وزاد جمالها بولادة وبزوغ فجر بزوغ شمس الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني زميلتي، نحن الآن كما تعلمون نتواجد في مدينة سامراء المقدسة، وتعلمون ما لهذه المدينة من بعد روحي خصوصا في هذه الليلة، فهي ليلة ولادة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذه الولادة كانت في مدينة سامراء المقدسة. نعم. كيف تستعد بيت الإمام العسكري عليه السلام؟ وبالتالي التواجد في مدينة العطرة. سامراء ونقل الصورة من هذه المدينة المباركة، استعدادات المدينة. نعم زميلتي، يعني هناك حركة يعني ملحوظة للزائرين في مدينة سامراء المقدسة منذ صباح هذا اليوم، وهي هذه الحركة مستمرة. أيضا هناك تواجد للمواكب الخدمية في مدينة سامراء المقدسة داخل الشوارع المؤدية إلى حرم الإمامين العسكريين عليهما السلام. كل هذه المواكب وهذه الوفود من الزائرين تستعد لإحياء هذه الليلة المباركة في حرم الإمامين العسكريين عليهما السلام. يعني مظاهر الفرح ومظاهر البهجة واضحة بشكل جلي، والابتسامة تعلو محيا الزائرين، وهناك يعني حالة من البهجة في بين أصحاب المواكب. حيدر نصر تطرق إلى قضية مهمة، أنه هي استعدادات الزائرين. إحنا لما دخلنا بسامراء المقدسة وجدنا مشاعر البهجة تطولها، هو شهر شعبان، شهر مبهج، شهر فيه كثير من الولادات لأنوار محمد وآل محمد. نقطة أيضا إضافية أضيفها على تعقيبا على كلام زميلنا العزيز شيخ علي السوداني، دائما يضيف لمسات روحانية إلى التغطية التي يكون فيها عندما يتحدث
عن يعني طريقة عملنا، كيف نتحد، كيف تأتي الأوردرات. نحن نتوقع في هذه الأوردرات التي تأتي إلينا بالتوقيتات بالساعات إنها تكون في بعض الأحيان تكون آنية، كأنه هنالك أشياء غيبية لا نفهمها. نحن نكلف بمهام محددة، ولكن يشاء الله عز وجل ويشاء الأئمة سلام الله عليهم بأن يكلفونا بأشياء أخرى. أيضا هذه الأشياء تعتبر بركة بالنسبة إلينا. نقطة أضيفها على ما أضافها من نقاط كثيرة، بأنه الإمام سلام الله عليه وروحي له الفداء، يعني أمه كانت أميرة للروم، جاءت من بلاد بعيدة جدا وتزوجت بالإمام العسكري سلام الله عليه. وهذا ماذا يعني؟ يعني لكثير من الملحدين، كثير من المكذبين لغيبة الإمام ولظهور الإمام، بأنه هذا الدليل الصاعق إليهم، بأنه الإمام سلام الله عليه عندما يظهر يوحد العالم، يوحد العالم أجمع، ينقذ البشرية جمعاء يا سعاد، لأنه والدته تكون من بلاد الغرب، والده من بلاد الشرق، وشاء الله عز وجل في هذا المكان وفي هذه البقعة الطاهرة المقدسة من سامراء المقدسة بأن يكون ولادة وبزوخ نور محمدي يظهر ينقذ العالم أجمع من الظلم والظلماء بعد سنوات عديدة، مثل ما ذكرتي 1188 عام. كثير من الناس رحلوا إلى رحمة الله عز وجل ولم يعني يكتب الله عز وجل إليهم بأنه يشاهدون هذا المشهد المقدس. إن شاء الله اللهم لا ترحلنا من هذه الدنيا إلا ونشهد ظهور إمامنا سلام الله عليه. آمين يا رب العالمين. وتعقيبا على كلامك زميلتي زينب، إن الإمام عندما يظهر يكون هو منقذا للبشرية، بل يوحد الإسلام، لا يكون هنالك أي دين إلا الدين الإسلامي والدين المحمدي، لا تنطق سوى إلا شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. الكل يتجه إلى دين الإسلامي والدين المحمدي. وأيضا تعقيبا على كلام زميلتي زينب، حتى يعني 1188 عام هنالك الكثير من الأنصار الذين يودون بأن يروا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكن نحن نؤمن بالرجعة، فإن شاء الله تكون هنالك رجعة، ومن خلال الدعاء الوارد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في دعاء العهد الذي يقرأه الشخص 40 صباحا، يكون هو إن شاء الله من، لكن تكون هذه القراءة ليست قراءة لقلقة لسان فقط، بل تكون هذه القراءة تكون نابعة من القلب بإخلاص وخشوع وتطبيقا للانتظار الإيجابي الذي يكون للممهدين، حتى نكون في جنود وللإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. عندما يظهر الإمام يأتي ملك إلى الشخص المتوفي يقول له لقد ظهر صاحبك، هل تريد أن تعود معه؟ فيكون الإنسان مخير، فأيضا يكون هنالك رجعة. أيضا مشاهدينا الكرام، نرجع إلى الزميل علي السوداني الذي يتحفنا بهذه الكلمات المحمدية. وطبعا حقيقة الزميل علي، عندما اليوم نتحدث في هذه الولادة المباركة والميمونة على قلوبنا وقلوب سائر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فاليوم كيف يقوي الإنسان علاقته مع إمام زمانه؟ اليوم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، اليوم كيف نعرف أو يعرف الإنسان إمام زمانه ويعرف أبنائه إمام زمانهم؟ طبعا لدي ثلاثة نقاط أود أن يعني أكون بخدمتكم فيها. الأولى، تقوية العلاقة بصاحب الأمر تأتي من خلال فهمنا لمن نحن ومن هو، من نحن وفق ما نوفق إليه، على اعتبار من عرف نفسه فقد عرف ربه. نعم. النقطة الأخرى، نعرف إمام زماننا وفق ما لدينا من مصادر معتبرة. القرآن يشير إلى دور الإمامة، والروايات تشير إلى علائم الإمام.
تقوية العلاقة تأتي من خلال أنني أريد أن أتبع. كيف أتبع؟ أتبع بأني أجعل صاحب الزمان هو الرقيب على أفعالي، هو الرقيب على ضميري. النقطة التي أود أن أشير إليها، مقبولية العمل وعدم مقبوليته، بينها أن يكون انتظار سلبي أو إيجابي، انتظار عمل أو لا، فهم صحيح أو فهم مخطئ، أفهم 10% من سيرة صاحب الأمر أو 100%، هذه المقبولية بيد الله عز وجل. لا يمكن أن أقول لشخص أن انتظارك غير مقبول، علي أن أوجهه إلى الانتظار الأفضل وفق ما أفهم وبالآلية والأسلوب السليم. هذه نقطة. النقطة الأخرى، عندما نريد تعقيبا على الإشارات الواردة في الكلام المبارك من كنا أخواتي الكريمات، عندما نريد أن نظهر للعالم أن صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف صاحب هذه الرسالة الإنسانية السامية، هناك أدلة أعضد الكلام الوارد من كنا فيها، الكل يجمع على وجود المنقذ، نحن نسميه المهدي الحجة بن الحسن، منهم من يسميه أوشيدرا، منهم من يسميه أوشنوا، منهم من يدرك أنه مخلص غيبي، يهود، سنة، شيعة، مسيح، سيخ، أرثوذكس، بروتستانت، كاثوليك، بوذيين، الكل يدرك بوجود المخلص السماوي، بل أن بعض الانشقاقات في داخل العقائد التي كانت عقائد مختلطة بين عقيدة يعني عقيدة سماوية سليمة اختلطت ببعض الأهواء الشخصية، الانشقاقات حدثت من خلال أن الكل يدرك أن العالم بيد رب وهناك واسطة مع هذا الرب. هذه نقطة. النقطة التي أود أن أشير إليها يا أخواتي الكريمات، يعني إجابة لما تقدم من الأسئلة الواردة، سواء السؤال الواضح أو الأسئلة التي تثيرها هذا الكلام الذي نجتمع على حب محمد وآل محمد فيه في هذه الساعة التي نسأل الله أن يكون لله فيها رضا. نحن اليوم نريد أن نقوي العلاقة مع صاحب الأمر. اليوم هذه فرصة طيبة، أنا أتكلم بكل لغة بسيطة وفق ما أفهم وفق ما أحب أن يوصل لي، أنا كشاب أحب يوصل لي الكلام بهذا الطريق. بكل بساطة، صاحب الأمر ما يخوف، وصاحب الأمر ما يأذي، وصاحب الأمر ما يزعج، وصاحب الأمر ما يضوج، وصاحب الأمر ما يأخذ للنار. صاحب الأمر قضيته قدم لنا مفاتيح نفتح بيها أبواب تصير حياتنا زينة وسعيدة، لا أكثر ولا أقل. اللي يريد يتبع هو يعيش سعيد، واللي ما يريد يتبع هو يريد يسدها على روحه. أنا اليوم من أكون مع صاحب الأمر شو راح أحصل؟ راح أحصل أنه غيري يدق بيبان ممكن تنسد أو ممكن ينطوب مني، لكن أنا صاحب الأمر يمشي حالي. هسه ممكن الآخر يقول زين مو أنت وضعك المادي وضعك الاقتصادي مو مثلي، نعم، لكن أنا عندي قناعة في ذاتي، وماكو موالي مات موتة مفجعة إلا اللهم الإنسان اللي الله عز وجل يختار لنوع من أنواع الشهادة أو نوع من أنواع الممات، وهذه حالات فردية. أنا اليوم من تكون علاقتي صحيحة وسليمة ومبنية على البساطة مع صاحب الأمر، راح أكون إيد من أيادي الإمام الحجة سواء أقصد أو ما أقصد، من أكون أوصل فكرة صاحب الأمر لشاب أو شابة، أخ أو أخت، بطريقة بسيطة وسهلة، أقول له يا عيني أنت تسمع أغاني، هذا الأمر ما راح أقول لك حلال وحرام، راح أقول لك أنت هذا الأمر بغض النظر عن حرمته، لكن هذا الشخص قد يكون ما يفهم مسألة الحرمة، أو قد تكون ما متأتي عند الحرمة في ذاته، هذا الأمر يقربك الله وصاحب الأمر لو لا؟ راح يقول لي ما أدري، أقول له لا ما يقربك لسبب واحد، هي إذن وحدة ما ممكن تسمع بها صوتين سوى، هو قلب واحد ما ممكن تخلي بيه حب ينسوه، خلي حبك لله راح تكتشف حياة ثانية أنت ما متوجه إلها. هذه الحياة الثانية، هذه السعادة اللي كان يعيشها العلماء والعرفاء وأهل الخير والبركة من الناس البسطاء الطيبين، اللي أنا شخصيا أروح فدوى لتراب رجليهم، لأن هم ذولي أهل المعرفة الحقيقية بالله عز وجل. هذه الحياة السعيدة هي حياة حب صاحب الأمر، هذا هو الانتظار، هذا هو الحب والتفاني في معرفة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما أنا أريد أطرح الصورة متشنجة، الله عز وجل ما طرح القرآن بطريقة صعبة، طرح القرآن بطريقة طبعاً تبين قيمته لكن يضرب الأمثلة حتى يقربها للناس. أهل البيت من وصلونا فكرة صاحب الأمر، وصلنا فكرة المنقذ،
فكرة الذي يملا الأرض قسطا وعدلا، فكرة الإيد اللي تمسح على جراحنا، فكرة الإيد الممدودة على الأيتام. للحديث بقية بالتأكيد شيخ علي، لهذا الحديث الذي تتحدثون به بكل بساطة بكل سلاسة بقلب محروق على إخوانا المسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات كل الإنسانية والبشرية، حتى لا تنسلخ، حتى تتقرب إلى الله عز وجل باسم المنقذ المخلص الذي تتوحد به الأديان أجمع في السماء وفي الأرض. حيدر نصرت، نعود إليك مرة أخرى في هذا المكان الذي تقفون فيه الذي يؤدي إلى الإمامين روحي لهما الفداء. بالتأكيد شاهدتم بعض الزوار من داخل العراق، من خارج العراق، يعني من هذه المشاهد، ما الذي جذب يعني انتباهكم؟ ما الذي أيضا أنتم تنتظروه وأنتم واقفين في هذا المكان؟ التي يعني الكثير من الزائرين قدموا من خارج العراق، يعني هم يأتون إلى مدينة سامراء المقدسة لإحياء هذه الليلة، منهم من أدى مراسم الزيارة وعاد إلى مدينة كربلاء المقدسة. المشاهد كثيرة، تختلف الجنسيات وتختلف الأماكن التي قدم منها الزائرون، لكن المشاعر والبهجة والفرح بهذه المناسبة هو واحد، وربما تختلف مستوياتها، لكن الحالة من السرور والبهجة تغمر الزوار وتغمر مدينة سامراء المقدسة. يعني شاهدنا الكثير من المواكب الحسينية تقوم بإعداد الحلويات والمعجنات تمهيدا لتوزيعها في هذه الليلة. أيضا هناك فعاليات داخل العتبة المقدسة، بالإضافة إلى وجود برنامج عبادي لإحياء هذه الليلة. يعني كما تعلمون ويعلم المشاهد الكريم، أئمة أهل البيت عليهم السلام عندما يؤكدون على أهمية يوم أو ليلة ما، فإنهم يعني إلى جانب التأكيد على هذه الأهمية يعطونا أو يرشدونا إلى كيفية إحياء هذه الليلة، ويعطون لنا برنامجا متكاملا من الأدعية والمناجات والصلوات لإحياء هذه الليلة. وبالتأكيد في يعني الكتب والمصادر وردت الكثير من أعمال هذه الليلة، ويوم غد هو يوم 15 من شهر شعبان المبارك. كل هذه يعني المؤمنون يعني أخذوها في نظر الاعتبار في إحياء هذه الليلة، وإن شاء الله يوم غد الذي يصادف يعني يوم ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم، أحسنتم. نعم، حيدر، كثير من عندنا بانتظار أنه الأعمال الخاصة بهذه الليلة إن شاء الله نقوم بإعدادها نحن وأنتم. وبالتأكيد حديثنا يطول عن الإمام سلام الله عليه قبل أن نذهب بهذه المشاهد الجميلة. بالتأكيد يا صاحب الزمان ادركني، فلو إن مضطرا منقطعا نادى يا أبا صالح المهدي ادركني سيدركه، فلا بد أن يستجيب الله له، لأنه سبيل الله الأعظم وصراطه الأقوم، والله تعالى هو نور السماوات والأرض الذي منه الوجود، والإمام المهدي هو نور الله في أرضه، فإن شاء الله تكون كل الوجود بهذا النور الموجود. Thank you.
شوقا إليك وفي يمينك بيارق ومنازل الدنيا بوجهك تشرق يا أيها المهدي يا ابن محمد يا من بنجديك سؤلنا يتحقق يا أمة الإسلام أحيوا فرحة في النصف من شعبان يوما يعشق ميلاد ميزان العدالة قائدا من آل أحمد بالسماحة ينطق. نبارك لكم مشاهدينا الكرام وكل عام وأنتم بألف خير بولادة سيدي ومولاي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونعود إليكم مجددا بهذه التغطية الخاصة بمناسبة هذه المناسبة العطرة والميمونة. أكيد مشاهدينا الكرام تستطيعون أن تشاركوننا هذه الفرحة والمسرة من خلال الاتصال على أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة بين الحين والآخر. ونستقبل أول اتصال من أبو حمد من البصرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير. محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. نبارك الأمة الإسلامية أجمعين وما رجعنا الكرام، ونبارك لكم ولقناتكم المباركة قناة كربلاء التي أرحمتنا وأرحمت الشعب العراقي والإسلام والمسلمين على كل بقاع الأرض بكل ما تقدمه من خير وبركة لنهج ومسيرة آل البيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك بنا بمحمد وآل محمد. إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. الإسلامية أجمعين بمواليدنا الأقمار الزاهرة وبميلاد سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا ونورا بعدما تملأ ظلما وجورا، وكما نشوف ونشاهد حاليا واكترون ويرى المجتمع أجمع الظلم السائد على أمة الإسلام. إن شاء الله النصر على يده، النصر على يده وخاتمة الخير على يده، ويملأ الأرض قسطا وعدلا بحقه وبحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إن شاء الله. شاكرين اتصالك. شكرا لاتصالكم. إن شاء الله نحن على العهد باقون حتى نعطي مساحة أكبر وأكثر، نستقبل أكثر عدد من المهنئين، نعطي مساحة للمزيد من الناس. ضحى من الديوانية صح؟ لا تنسونا من خالص دعائكم. إن شاء الله ما ننساكم. الإمامين سلام الله عليهما أمامكم، وإن شاء الله يسمعكم الإمام المهدي روحي له الفداء. أريد أن أخبر الثاني الإمام المهدي. نعم تفضلي. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. أنا مشتاقة كثيرا. نص التلفزيون إذا سمحتي سمعينا من الهاتف حتى يكون صوتك واضح وحتى توصل رسالتك بصوت واضح إن شاء الله للإمام. أسأل الله أن يطولك في عمرك يا سيدي وحبيبي. إن شاء الله. نحن مشتاقون لك كثيرا فمتى اللقاء؟ إن شاء الله قريب. إن شاء الله. لقد تعبنا من الانتظار كثيرا. إن شاء الله. ضحى اختصريها بكلمة واحدة توجهينها للإمام سلام الله عليه إن ظهر بإذن الله تعالى. نريد أن نكون معه. معك إن شاء الله. شكرا لاتصالك الكريم. شكرا. أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة بخدمتكم حتى تقدمون تهانيكم تبريكاتكم للإمام سلام الله عليه للأئمة سلام الله عليهم. نعم نستقبل اتصال آخر من أم ميثم من النجف الأشراف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم هذه الولادات هذه الليلة العظيمة ولادة سيدي مولاي صاحب الزمان. اللهم عجل لوليك الفرج. الله يوفقك إن شاء الله بحق محمد وآل محمد، يقضى حوائجنا وحوائجكم إن شاء الله بحق هذه الليلة العظيمة إن شاء الله. الله يجعلنا من زواره ومن أنصاره ومن خدامه بحق هذه الليالي، وإحنا خدام أهل البيت الحمد لله والشكر. ندعيكم الله يوفقكم ويوفق قناة كربلاء وجميع العاملين هذه الليلة. والله يعني احنا الحمد لله سعدنا زوار الحمد لله والشكر.
الشيخ يا حسين المدرسة قبله ونهيها الحمد لله شموع وشكليات وكل شيء يعني بأكثر الأنواع. هي هاي الليلة تسوى العمر كله. بارك الله بيكم وربي يتقبل منكم وإن شاء الله تكونون من حصار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. والله يوفقكم ورحم الله والديكم جزاكم الله خير إن شاء الله. شاكرين اتصالك أمي. أبو أحمد بن بيسان حياكم الله ومتباركين إن شاء الله. كون إحنا وياكم مع الإمام سلام الله عليه. عليكم السلام عليكم الله. السلام عليكم. تبارك لكم هذه الولادة الميمونة ولادة صاحب العصر والزمان. اللهم عجل وليك الفرج ونجلس. إيش وقت تظهر يا أبو صالح؟ إيش وقت تظهر؟ إحنا مرمرنا الدهر تدري منتظرين كل يوم وشهر. أنت يا مولاي تدري بهالوضع أنت غائب عنا بس نورك يشع راحت عيون البرية من الدمع وإحنا يا مولاي ظلينا بخطر. إيش وقت تعلن سيدي يوم الحرب عيون كل البقرة تربع للحرب وإحنا كنا جنود لك يوم الضرب إحنا غايبنا الشهادة والظفر الريد يوم الثاني يا سلطان مسؤول. إيش وقت سيفك فيهم يصول ويجول إحنا فدوا أرواحنا لابن البتول إحنا فدوا أرواحنا لابن البتول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لاتصالكم. شكرا لتبريكات كثير من الناس اللي يعني الهاتف ما شاء الله. نعم. بركة الإمام. نستقبل اتصال آخر. جنة من واسط من ميسان عفوا وتباركين أختي جنة. الله يبارك فيك كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير إن شاء الله. اتفضلي بالزيارة وإن شاء الله المشاهد المقدسة أمامكم تظهر. أنا من ذيقار. كل الهلا بيج وبأهل ذيقار. تفضلي أختي. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضة طوعة. أحسنتم بارك الله بيكم إن شاء الله. شاكرين اتصالك أختي جنة. طبعا هذه نقطة جدا مهمة دعاء الفرج. يعني هنالك الكثير من الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فيجب علينا دائما أن نقرأ دعاء الفرج عقب الصلوات. نعم. السلام على الأئمة والأنبياء أجمع من آدم إلى خاتم. نستقبل أبو آدم من البصرة حياكم الله. حياكم الله وبياكم. السلام عليكم. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير. ماذا توجهون من كلمة للإمامين سلام الله عليهما بولادة منقذ البشرية روحي له الفداء الإمام المهدي سلام الله عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام. نقول يا أبو صالح من الوعد قدار ونحن بالانتظار. نعم. هذه راية العسكريين أمامك إذا تشاهدها بالشاشة ماذا تخبرهما؟ السلام الله عليهم. السلام الله عليهم. السلام الله عليهم. الله يحفظهم ويحفظهم لأنهم كلهم لا سيما صاحب هذه المناسبة. نحن سيوفهم في الناس إن شاء الله يوم الموعد إن شاء الله. سبحان إن شاء الله نحن الجنود المخلصين وإن شاء الله إن شاء الله سوف نكون نحن في عقال بيت على رهن البشارة ونتذكر مثل هذه الأيام قد التقديم في سنة 2014 ذكرى الفتوى المباركة التي تزامنت مع هذه الأيام المباركة إن شاء الله. لا تنسون أعمال هذه الليلة الصالحة أنتم وأهلكم وذويكم. شكرا لاتصالكم حتى نسمح لبقية المتصلين. نعم. الآخرين هنالك الكثير من الاتصالات التي ترد إلينا. اتصال من ذيقار. الأخ أحمد من ذيقار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أبارك لكادر قناة كربلاء لولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه. الله يبارك بيكم وجعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه ومن مقوية سلطانه إن شاء الله. وبارك للمراجع وللأمة العربية والإسلامية وبالخصوص بلدنا العراق ولمقاتلين الحج الشعبي. أخ أحمد ما هي مشاعركم وأنتم تشاهدون قناة كربلاء الفضائية وهي تنقل لكم هذه المناسبة العطرة على قلوبكم وقلوب سائر المؤمنين وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام
وأنتم تشاهدون هذا المنظر الجميل للإمامين العسكريين عليهم الصلاة والسلام. نشكر جميع كوادر قناة كربلاء للصورة الكاملة والواقع الحقيقي من العصرية. الآن نشاهد كربلاء وضريح الإمام الحسين عليه السلام مع عباس شامخ، ونهني المراسل العظام ومقاتلين الحشد الشعبي لولادة الإمام المهدي أكرم الله فرجه. الله يبارك بيكم ويهنيكم إن شاء الله. شاكرين اتصالكم. شكرا لاتصالكم. محاسن من بغداد، حياكم الله. حياكم الله بتباركين، كل عام أنتم بخير. اللهم عجل لي وليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا من أنصاره وأعوانه ودابين عنه، وكل عام أنتم بألف خير وعافية وسلامة إن شاء الله. نعم، محاسن مع هذه الأجواء والمشاهد، شو تقولين للإمامين العسكريين سلام الله عليهم؟ هل ستكونين من الناصرة لولدهم الحجة بن الحسن؟ أمنيتي إن شاء الله أكون تحت لوائه ومن الناصرين له، أنا وأهلي وأخوتي وذوي والمؤمنين والمؤمنات، وإن شاء الله أنتم معنا في هذا اليوم المبارك الشريف إن شاء الله. محاسن لا تنسون أعمال هذه الليلة، شكرا لاتصالكم. إن شاء الله ما ننساه وما ننساكم بالدعاء. نستقبل عند السيدة مولاي. شكرا. نعم، نستقبل اتصال من خارج العراق من السودان، الأخ أحمد. كل عام وأنتم بألف خير. على ما يبدو انقطع الاتصال، إن شاء الله يسجل في زوار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا وحقيقة مشاهدينا الكرام هنالك الكثير من الاتصالات التي تريد أن تشاركنا هذه الفرحة بمناسبة ولادة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. نستقبل هذا الاتصال من الأخت أم علي من واسط. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنت بألف خير أختي أم أحمد. وأنتم بألف خير. نهلنا الإمام حسن العسكري، ونهلنا السيدة العظيمة نرجس عليها السلام بولادة الإمام المهدي أجل الله فرجه الشريف، ونهلأكم أيضا. الله يهنيكم ويبارك بكم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب يا رب، عجل بظهور الإمام المهدي. آمين يا إلهي. ومشكورين على هذا التقديم الحلو، الله يحفظكم إن شاء الله. ويحفظكم إن شاء الله، احنا نكون في خدمتكم وهذا هو الغرض. مثل ما احنا جاي ندعي لا تنسونا بالدعاء. لم ننساكم بالدعاء، قزرنا بالدعاء إن شاء الله مستجد. نعم قزرنا نيابة عنكم ودعونا لكم على هذا البرنامج والتقديم الرائع. نعم شكرا لكم على طيب المتابعة والمشاهدة والاتصال إن شاء الله. شاكرين اتصالكم. نور من بابل، حياك الله نور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نور علي لي صوتك، اسمعيني من الهاتف، اتركي الشاشة فقط للمشاهد. السلام عليكم، كل عام وانتم بألف خير. وانت بألف خير يا نور، شو تقولين للإمامين العسكريين روحي لهم الفداء بمولد منقذ البشرية؟ منقذ البشرية مو فقط بالعراق، للعالم أجمع. تفضلي. نعم كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، متباركين بهذا اليوم ولادة الإمام المهدي عبد الله فرجه، الإمام صاحب العصر والزمان منقذ البشرية. نسألكم الدعاء إن شاء الله بفضل موقعكم في البقعة المباركة في مدينة سامراء إن شاء الله. نسألكم الدعاء إن شاء الله. لن ننساكم بالدعاء، لن ننسى الجميع. شكرا لاتصالكم. لن ننسى أي شخص إذا كان أوصانا أو لم يوصنا. نعم. بالتأكيد عندما نقرأ كل زيارة، عندما نكون في كل مقام أو مرقد، بالتأكيد نذكر المؤمنين والمؤمنات، وحتى من لم يتقرب من الأئمة سلام الله عليهم بالتأكيد نذكرهم. نعم نستقبل الأخت أم نمر من واسط. على ما يبدو انقطع الاتصال، وأكيد مشاهدينا الكرام اليوم عندما نقدم لكم هذه التغطية المباشرة من بيت الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف من مدينة سامراء المقدسة، فيجب أن لا ننسى الإمام دائما بأن نسلم على الإمام صباحا ومساء عقب الصلوات. نستقبل الأخت سليمة من بغداد. السلام عليكم. اتفضلي أختي. نهنيكم بهذا اليوم العظيم، وجعلكم الله إن شاء الله من زوار الإمامين، ودعونا بالصحة والعافية. لم ننساكم ولم ننسى أي شخص من المؤمنين والمؤمنات.
نعم طبعا أمامك الضريح المقدس للإمامين العسكريين عليهما الصلاة والسلام، توجهي وسلمي عليهم. فرحانة كيف فرحانة أنت تشوفتي، لأن أنا ما أقدر أروح، ادعيلي بحق الحسين عندك. إن شاء الله إن شاء الله ندعو لكم، وإن شاء الله يقضي حوائجنا وحوائجكم إن شاء الله ببركة مولود هذه الليلة. شاكرين اتصالكم. نعم شكرا لاتصالكم، شكرا لكثير من الاتصالات اللي ترد، ايضا شكرا لقناتنا والقائمين عليها بدءا من العتبة الحسينية المقدسة وبركات الإمام الحسين سلام الله عليه وسيد حيدر جلوخان، وأيضا جناب الأخ الكبير المساعد إلينا الحاج رسول الجليزي، وأيضا الإخوان بالكونترول، إخواننا اللي الآن على مقربة من عندنا اللي هيئون كل هذه المشاهد في سبيل نقل الزيارة، نقل هذه الأضرحة إلى العالم أجمع ليس في العراق تحديدا وفقط. نعم وشكرا لله سبحانه وتعالى الذي رزقنا هذا التوفيق بأن نكون من خدام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأن ننقل لكم هذه الأجواء الإيمانية. نقول في ختام هذه الحلقة الخاصة، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن مقوية سلطانه. على ضي الشموع اجلس وي حبيبي اغازل بالدعاء وانظر بين الاثنين، اذا شعبان اقول يسالني رجب وين، عشق هاي السنين وزعت على شهرين، مواسم للدعاء هاي شهور الافراح، إله الحب يقول اسمي طمئن أرواح، يا هل عاشق تعال وارسم شوقك جناح، رجب شهر الأمير آه شهر شعبان، خليني عالغيمة أعبر مسافاتي واصل ومد إيدي للزهرة مولاتي، ونبارك الليلة مولود ساداتي، دولة عشق عمري وافتح سفاراتي وافتح سفاراتي، محمد الباقر أجمل عباراتي والهادي ميلاده سر ابتهاجاتي، لمحمد الجواد ضحكة جراحاتي، شهر الفرح واجب أهجرها دمعاتي أهجرها دمعاتي. روحي كالحمامة طارت بسلامة، وأنا قلبي شجرة يعلن بغرامة، يا رجب أشوفك كلك ابتسامة، أعترف عشقتك عاشق وهيامة، هايم بفرحتي تارك الملامة، ببعث النبوة للفرح علامة، مولد الصمودة مولد الكرامة، وأحلى هالليالي مولد الإمامة، شايل على رموشي أسرار الهوى، أتغازل بشعبان عاشق والضوى، شايل على رموشي أسرار الهوى، أتغازل بشعبان عاشق والضوى، مولد أبو الأكبر خلى الفرح يكبر، يا صاحبين صغار شمعة وعشق أخضر، دلالي هالليل من شوق ارتوى، يا روحي هالليلة أفراح وسهر، مولد أبو الغيرة عباس الكبير.